على نظير الإمارات بهدف واحد سجله سيف الدين الجزيري، وهو الهدف المباراة الوحيد المنتخب التونسي في الدقيقة 10 من المباراة. شيء خلى التونس برشا يفرحوا، برشا يتفاعلوا، برشا يكتبوا يقولوا برافو للمنتخب التونسي اللي الحمد لله نورنا وفرحنا. فما اللي تفاعل مع الجماهير قال الحمد لله التوانسة اللي موجودين في قطر ساندوا المنتخب التونسي وشجعوه باش يفوز ويربح، وفما اللي كتب برافو لمساكني والجزيري نورتونا، وبالطبيعة فما اللي نبر وقال على أساس ربحتوا مصر ولا الجزائر، واللي قال ما تفرحوش برشا راهو الإمارات منتخب ضعيف. ونوفا بالتعليق هذايا التوانسة فرحانين تقول عليهم ربحين البرازيل وهما ربحين منتخب إماراتي توا توا وين تولد. واحد صفر تونس الامارات، منتخبنا يمر متصدر للمجموعه نتاعو للدور الربع نهائي كاس العرب قطر الدوحه باش نلاقيو منتخب العماني. برنس كيف شفت المقابله؟ نفرحوا ولا ما نعملوش غلطه موريتانيا ونهبلوا؟ منتخب متواضع، منتخب متواضع، هدف مقابل صفر. 45 دقيقه ثانيه رجعنا برشا لتالي، كنا تومو نقبلوا هدف، معز حسين ما كانش في افضل حالاته، عمل خرجتين رجعنا فيهم. شو ناخذوا من المقابله نتاع البارح من غير نهبلوا كالعاده؟ كرة غدارة يا راجل. موريتانيا قداش ربحناها؟ خمسة بواحد. اش عملت موريتانيا؟ ربحت الفريق اللي ربحنا اثنين بشيء، سوريا اللي كنا رديناهم حتى شيء. لا يا ولدي كلهم شيء، واحنا ما نحبش نقول الحاجة ما شافت شيء وشيء ما شافهاش. كيف جات الحاجة بالشيء؟ جات بالشيء. تونس البارح لعبت كرة، لعبت بقليب. شو نقول لك؟ معناتها خلقنا العجلة؟ لا، اما لعبنا الكرة، لحبنا الكرة على مستوانا، على ناس تحب تربح، على ناس حشمت الجمهور اللي جاهم وشجعهم، واحنا لهنا في تونس ناكلوا في بعضنا ونحبوا في حاجة بس فرحنا مرقونا البارح. شيخونا خويا العزيز العبوا بقليب راكم تربحوا. انا عملت تدوين البارح، قد ما تلعب راجل قد ما تربح، وراو الربح يجيب الربح. شوف عملت برشا انتراكسيون تدوينة، 11 جيم ودو بارتاج. محمود البارودي كرئيس جمعية تاع كورة سابق، تفهم شوية كورة جو سيبوز، كمتفرج شنو اللي تشدوا في المنتخب؟ شنو اللي عجبك البارح من غير لا نردوا انتصار الموسم وكالنصور والجو هذاك يزي معناها؟ يزينا باللغة هذيك اللي ما توصلنا لحد شيء. ثلاثة حاجات الإيجابيات البارح، خلينا في البوزيتيف. خلينا نبداو في الإيجابيات. هو أنه تحس أنه في تونس فما جينيراسيون جديدة قاعدة تطلع، كي راه يوسف المساكني المقابلة اللي عداها وبعد حنا بعد المجبري، وكأنه يدي باساسيون قاعدة تصير من جينيراسيون لجينيراسيون، وهذا شيء إيجابي عليه. بياك يوسف كي تغزل له المخ ما يقبلش أنه كبير وقاعد يعمل في باساسيون تيلمون صغير هكا وتحفن ويذكر كانوا مازال في العشرين. أما هكا هو معناتها يوسف المساكني وقت اللي يمشي المدرب بيقول له مازلت نحب نلعب، وريناها الناس الكل مازال يحب يعطي، وعمل الاضافه حتى للدقائق الاخرى. حنا بعد المجبري والجرينتا اللي عنده واللي يلعب بها، قول عايش في باب سويقه ولا باب جديد ولا ولد سيدي البحري ويجري وخايف على درابو اكثر من برشا جوارات اللي لاهين كان بشعوراتهم. الحقيقه طفل 18 سنه ما شاء الله عليه، فرحان برشا به. الحاجه الايجابيه الاخرى وقت اللي جا دراجر على اليمين تبدلت المعطيات الكل، جاء عنده اربع سوايع. دراجر اللي بالطياره هبط هبط عنده ترينا ولعب بالماتش. هذه حاجات ايجابيه من ناحيه زاد حاجه ايجابيه اخرى انا بوتيتر ما نوافقش فيها برشا، هو معز حسن. صحيح معز حسن عمل دوغاف وقت اللي خرج على كورنير، عمل دوغاف، ولكن نحى زوز كوره رفيق، نحى كوره داخله للشبكه وكوره اخرى شوطه من البعيد عمل باراد باهي. معناتها معز حسن صحيح عمل غلط ولكن نحى زوز بونتو. النقطة السلبية اللي أنا الحقيقة قلقتني برشا هي من الناحية البدنية. الفريق الوطني في الشوط الثاني طاح جملة واحدة رفيق، طاح فيزيكمون، طاح وقت اللي عمل لي شونجمون وخر ياسر في لي شونجمون. من الأول يلزمو يخرج الجزيري، مش حتى يخرج على بلونكار، الجزيري ما عادش ينجم يتنفس. كيف عمل شونجمون واحد آخر، معناتها ولادنا في الميليو تيران تعبوا. هابط فخر الدين بن يوسف، اعطى دو لا فريشور، شد جماعه الامارات القدام وخلينا على الاقل نتنفسوا. دونك الاشياء هذه ايجابيه زمنا نبنيو عليها. عمان راهو مش ماتش ساهل كما قلنا، سوريا عمان راهي تلعب كره باهي. حكي عليها رؤوف خليف البارح كان حاضر مع عادل بوهلال والاولاد في القناه 9، قال راهي تسمى وتلقب ببرازيل الخليج، يلعبوا برشا كره، سون تري رابيد، يبدلوا برشا بالمراكز نتاعهم، مقابله مش باش تكون سهله مع المنتخب العماني. الايجابيات نوافقك فيهم، ما نوافقكش على حكايه يمكن
كونديسيون فيزيك نحسه كان عقليه. 1-0 ديما نرجعوا لتالي مهما كان المنافس، غطي 10 لتالي باش تستحفظ على النتيجه. كنا نجمو نقدموا، كنا نجمو نوجهوا اكثر. ضيعنا برشا كور زاده في الشوط الاول. اليوم الامارات ما عاقبتكش، غدوه الكره تعاقبك. منتخب اخر ما يرحمكش كي ضيع الكور اللي ضيعهم الجزائري، وما نعرفش شكون اللاعب الثاني معناها. ثم زوز في الشوط الاول كنا نجمو نقتلوا بهم المقابله. من الطرف اللي خرجنا رابحين، ولكن مش ديما الكوره باش تبتسم لك بالطريقه نتاع البارح. دونك انتصار مهم، فرحنا 21,000 تونسي، تحيه ليهم. البارح كانوا حاضرين في قطر تقريبا 80% من الجاليه تلمت البارح في استاد. تصور انت جاليه كل تلم في استاد معناها. دونك فريمون شابو با، تحيه للتوانسه، تحيه للجو. انفانتينو حكي عليهم البارح، قال ابهرت بالجماهير التونسيه. كان هبط فيديو هبطت على الجامعه، انا على الاقل قريت فيها رساله مبطنه للوزير كيفاش سلم عليه وديه وعنقوا بعضهم. معناها سيد الوزير تلعب راهو كان تخمم باش تنحيني. ونفع بن عاشور راني الصديق المقرب لانفانتينو. ما نساوش كثلاث لحظات اللي عدوهم بالزهر. دونك مبروك على المنتخب، مبروك على الاولاد، فرحتونا البارح. ما نهبلوش برشا، مازالوا مقابلات، مازالت عامين، وبعد مازال الرسمي في النصف النهائي ولا النهائي. ان شاء الله حس سعيد ويزيد. والله لا جمهور بالحق، رفيق الحق نتاع ربي برجوليه. ملي بدا التورنوا برهنت المراه التونسيه لانه اشب امراه. لا تقول لي مغاربه لا مسار ولا الشاشيه والمكياج وكذا، والله حاجه تعمل 66 كيف دور محمود البارودي داخل على الفيسبوك كل ماتش ويشوف. والله ما حلاهم بناتنا التوانسه، والله لا شعبه ولا شيء. المراه التونسيه طلعت اشب ياسر. لا تقول لي مصير. خلي لقيته البارح دخل في جروب تونسيات في الدوحه يلوج. والله جميلات تونس في الدوحه، جميلات تونس في قطر، وهو يلوج ويشاتي ويلوج. يبدو انه القازوز من اللي تعداه البارح كي شعرها احمر، الاخرى البلوند الكوب كاري. هي الحاجه اللي تفرح بالحق البارح في الماتش هو الجمهور التونسي اللي موجود في الدوحه، كالشاشيه وكاللبسه وكالاحمر. احنا عندنا برشا رفيق مارينيش توانسه هكا في الاستادات ويشجعوا في المنتخب التونسي ولا في اي فريق يحبوه. دونك المنظر ذاك ولا المشهد ذاك اتوحشناه. سلموا عليهم برشا على خاطر نتصور اللي موجودين غادي يشموا في ريحه تونس خافيغ معناها ليكيب ناسيونال. سلموا عليهم برشا برشا برشا. شابو با مره اخرى للجماهير والجاليه نتاعنا في قطر وفي الدوحه. راهو اون تيرم دو بورسونتاج راهو سي غرونديوز. معناها تحكي على 80 و85% من جاليه في بلاد حاضره في ملعب كره قدم في كوبا راب، لا نحكيو على كوب دي موند لا حتى شيء. دونك برافو للجاليه في قطر، شعب متوحش البلاد نتاعو. على الاقل خلي الكره تفرح.